السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب تكونوا بخير ونفضل دايما على طول مع بعض. السيتي يفوز النهاردة فوز صعب جدا في آخر ثواني، يحقق الفوز 2-1 على فولهام. أنا شايف إن فولهام فريق ضعيف، السيتي فاز بسهولة على فرق كتير أقوى من فولهام، ولكن ظروف المباراة وتأليف جوارديولا. جوارديولا ألف في ماتش ليفربول لأنه كان متوتر من المباراة، كان خايف من صلاح، كان خايف من ليفربول، لان دايما كلوب بيتفوق عليه في بدايه الموسم. تفوق عليه كلوب في ماتش الخيري، فمن توتره الف، عمل حاجه جديده، لعب بثلاثه ورا وفي طرف يمين وطرف شمال، يعني لعب خمسه يعتبر ورا، فكان في تراجع، وكان ليفربول هو اللي بيروح قدام على طول. النهارده هو شكله كان مطمن من المباراه، فعمل اللي نفسه يعمله. في فرق المدرب الكوره، نفسه يلعب فلان وفلان وفلان، بس التركيبه ما تمشيش. انا عندي اتنين بنطلون، عندي اتنين بنطلون حلوين جدا، بس لما هاجي هخرج بواحد، ما ينفعش البس الاتنين. تخرج بواحد وسط الملعب في السيتي، رودريجو، دي بروين، سيلفا، احسن وسط ملعب في العالم. رودريجو، دي بروين على يمينه، سيلفا على شمال. هو بيحب جندوغان، وجندوغان لعيب ممتاز، بس هي كده. عندي ثلاثة حراس، مين اللي بيقف تحت المرمى تحت الشبكة؟ هو حارس واحد. الثلاثة عظماء، بس أنا لازم ألعب حارس واحد، فما ينفعش اللي هو على طول عملها السنة اللي فاتت وكان بيخسر نقاط كتير. والله لازم تحقق العدل في التشكيل. جوارديولا ما حققش العدل في التشكيل، لطشت معاه دقيقة 25 طرد لكانسيلو، يبقى نقصت واحد. وواحد ايه بقى؟ اللاعب الوحيد في الاربعه المدافعين اللي بيطلع بالكوره، بيعرف يعمل لك صناعه لعب، وبيعرف يخلص لك حاجات كتيره بتبقى انت مزنوق فيها، بيعدي ويعمل بالعرض جون حريف جدا كانسيلو. فانت خسرت لاعب، وكمان خسرت لاعب هو صانع لعب من اول ما طلع كانسيلو. الاربعه اللي ورا مش عارفين يبتدوا الهجمه. التأليف ليه ألف؟ ليه بقول ألف يعني؟ طب ايه يعني يا كابتن ما جوندوغان وسيلفا ودي بروين ورودريجو اربعه وسط ملعب بيلعبوا، ايه المشكله؟ لا، انت كده قصرت قدام. سيلفا لما بتلعبه مكان محرز ما بيعملش شغل محرز. سيلفا ما عندوش النوعيه انه يدخل جوه يعملها في البعيده. فودين، احنا اتفقنا في اول الموسم قلنا هالاند راس حربه، و محرز وجرليش وفودين، الثلاثة دول بيلعب منهم اتنين. انت بتلعب في اي مباراة في راس حربة وطرفين، الطرفين دول في ثلاثة في السيتي، فودين افوق واحد فيهم، جرليش ومحرز بعاد خالص، ففودين لازم يبقى موجود. وبعد كده ممكن تلعب جرليش او تلعب محرز. لا، هو غير، راح مقعد محرز ومقعد فودين، مقعد اتنين منهم من الثلاثة، ولاعب جرليش ومعرفش بيلاعب جرليش على حساب فوديو. ليه؟ فوديو احسن منه بكتير، ده مش عدل برضه. وبيلاعب ناحيه اليمين سيلفا اللي هو خسره، هو لاعب سيلفا هنا ليه مكان محرز؟ عشان يلاعب جوندوغان. فخسر سيلفا لان سيلفا في قلب الملعب عنده صناعه لعب وعنده اراجوز في وسط الملعب، هو شغلته في الحته دي، هو البترول بيطلع منه في المكان ده. انما لما تلاعبه جناح مش هتاخد منه، مش هو شغل فودين او شغل محرز او شغل جرليش. هو ده اللي انا بقول عليه. عايز قاعد سيلفا ولاعب جوندوغان مفيش مشكله، يبقى انت فودين بيلعب وجرليش والمهاجم وقاعد سيلفا. انما انت عايز تلعبهم، فمش عايز تيجي على سيلفا عشان سيلفا ممتاز فتلعبه مهاجم، فخسرت. بدليل كلامي لما اتصاب كانسيلو عمل ايه؟ راح مرجع سيلفا وسط ملعب جنب جوندوغان، وراح مرجع رودريجو مساك ورا، وخلى اكي يبقى باك شمال مكان كانسيلو اللي اتطرد. طب انت بتعدل الملعب، طب ما تخليه عدل من الاول، وكنت تخلي سيلفا جنب جندوغان واستغنى عن رودريجو، او سيلفا قعده احتياطي ونزله الشوط الثاني. لما انت جيت على المهبل، لما نزل بقى الشوط الثاني التغيير عمل العدل، لعب هالاند اللي هو المفروض اساسي بس عشان مصاب طبعا يقعد، ولعب فودين مكان جيرلش اللي هو المفروض كان يحصل من بداية المباراة. طيب،
فولهام زي ما قلت لكم، حتى انه يطلع على لعيبه، انا شايف الحارس برناند لينو، الحارس فولهام ممتاز فوق الممتاز، هو والاتنين قلب المدافعين تيم ريم وعيسى ديوب، الاتنين القلب والاتنين الاطراف، تيت اللي هو اللاعب الهولندي اللي كان بيلعب على جيرلش قفلها له ضلمه خالص، دفاع فولهام والحارس هم اللي شايلين الماتش. انا ما شفتش بصراحه مهاجمين فولهام فيهم حد بيعرف يقف على الكوره او بيعرف يعمل هجمه مرتده يعني. انا وكان هيخلص ماتش 1-1، هي كانت الهجمه دي لو ما كملتش كان الحكم هيصفر يعني، كان هيخسروا نقطتين السيتي. يخسر نقطتين ليه؟ بالاستهتار في التشكيل او عدم العدل في التشكيل، والظروف اللي جت الطرد بتاع كانسيلو. هالاند طبعا جاب جون اتلغى، بيقول لك على عظمته كمهاجم، ازاي بيوسع على نفسه وازاي بيطلع ويوجهها، فرقت معاه يعني صباعين بس كده، وطلع تسلل ربنا عوضها له في ضربة الجزاء، طلع بالمباراة بيسجل هدف. دي بروين هو كلمة السر، لما بتبقى الدنيا مزنوقة والدنيا ضلمة، اللي بيولع لك النور وبيعمل لك إضاءة للفريق السيتي هو دي بروين. دي بروين عنده حلول كتيرة جدا، برغم ان في اوقات كتيرة قوي بحس ان عامل السن شوية، بس هو ذكي، بيقف دقيقة يريح كده ياخد نفسه دقيقتين وبعد كده يهيج مع المباراة. لاعب بيلعب بدماغه ومخه رائع جدا، مفيش كلام كتير. ويليان شفته مع فولهام بيلعب جناح طرف، الراجل مش هو بتاع تشيلسي ابدا يعني، ويليان واحد تاني خالص. فولهام قليل جدا جدا كفريق، ولكن تأليفة جوارديولا في التشكيل قلتها السنة اللي فاتت، بتلعب 4-3-3، أحسن ثلاثة في وسط الملعب سيلفا دي بروين رودريجو، هو بيحب جندوغان جدا جدا، فهيلعبه مكان مين؟ مكان واحد من الثلاثة؟ لا، يروح ملاعبه في الملعب ومخلي سيلفا يبقى جناح. سيلفا مش جناح، سيلفا مميزات ان هو بيستحوذ على الكوره، بيقف المزنوق، صانع لعب، يبقى تلعبه في وسط الملعب. شكرا.